النهارده انا معاكم في شركه جيزر. جيزر هو جهاز تقدر تحطه في السياره لان هو يقدر يشغل لك السياره عن بعد ويخلي السياره في جو جميل زي ما انتم شايفين كده معانا. درجه الحراره فيه تنزل من 38 ل 25 على حسب السيت اب اللي انت بتحدده. ابلكيشن فيري سمبل ابلكيشن ان انت تقدر تستخدمه بسهوله جدا وينفع لكل الدول اللي هي فيها درجه حراره فعلا عاليه جدا، وتقدر تستخدمه كمان في الدول اللي درجه الحراره واطيه ان انت تقدر تعلي درجه الحراره. هو سمبل جدا الابلكيشن بالمنظر دوت، صوره سيارتك، درجه الحراره اللي انت بتظبط عليها، التايمر اللي انت بتحدده قد بعد قد ايه وقت تقدر العربيه تكون شغاله وتكون جاهزه، وجاست ان انت تعمل ريدي خلاص كده انت بتعمل كونفيرم وتشغل السياره، السياره بتبتدي تشتغل وتوصل لدرجه الحراره اللي انت محددها على حسب الابلكيشن اللي انت محدده. كمان تقدر تحدد منه فين موقع السياره بتاعتك موجوده فين، وتقدر تستخدمه كمان مع حد من اصدقائك. لو انت مدي صديقك السياره تقدر تديله او لمراتك او لاختك ايا كان هو بيدي مين العربيه، تقدر تديها الابلكيشن وتستخدم نفس الابلكيشن بنفس الطريقه من التليفون بتاعها او بتاعه. هنا كمان تقدر تحدد تايمر او اليوم الايام اللي انت بتشتغل فيها، رحت السينما، نازل مع اصحابك، تقدر تشغل الايام بالاوقات بتاعتها ان هي تقدر تشغل السياره في الوقت اللي انت محتاجه فيها. فعلا يعني جيزر عامله ابلكيشن وعامله جهاز فعلا قوي جدا نقدر ان احنا نستخدمه.